الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله فوز ونجاة، وإن معصيته خسارة وهلاك. أيها المسلمون، منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب يغفل عنها ويغفل عنها كثير من الناس، كبيرة تذهب معها الحسنات، وخصلة سيئة تغضب رب الأرض والسماوات، تساهل فيها بعض الناس على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم، فنشأ عليها الصغير ودرج عليها الكبير، ألا إنها آفة اللعن، آفة اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. وإنه ليعجب كل عاقل مما يسمع من لعن وسب وتساهل في هذا المنكر الخطير، فتسمعون من بعض الآباء والأمهات من يقع في لعن الأبناء والبنات، وهناك أصدقاء يلعن بعضهم بعضا، ومنهم من يرد على صديقه بسب أمه وسب أبيه، بل لربما تسمعون من أصبح يحيي صاحبه عند ملاقاته باللعن وهو يضحك، والآخر يبادله بالمثل وكأن شيئا لم يكن، ويظهر هذا الخلق الذميم جلياً أثناء اللعب والمنافسات وعند اشتداد الحوارات والمكالمات، ونسمعها من بعض سائق السيارات، فكم سمعنا من مسلم يتسوره الغضب على مسلم فيقول: لعنه الله، لعنه الله إلى آدم. فكم في سلسلة النسب إلى آدم من نبي ورسول، ومن لعن نبياً أو رسولاً فقد كفر عياذاً بالله جل وعلا. والبعض يا معاشر المسلمين يلعن دين أخيه المسلم، فيقول مثلاً: لعنة الله على دينك، وهذا كفر صراح لسبه دين رب العالمين. عباد الله، اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. قيل في معناه: لعن المؤمن كقتله في الإثم. وقال الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه أنه أتى باباً من الكبائر، رواه الطبراني وهو أثر صحيح. واللعن ليس من صفات المؤمنين الكمل، قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وهو حديث حسن. واللعانون يوم القيامة لا يكونون شهداء ولا شفعاء، قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث يا معاشر المسلمين: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. وقوله ولا يكونون شهداء في معناها ثلاثة أقوال ذكرها أهل العلم. القول الأول: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا، أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة، وهي القتل في سبيل الله. أيها الناس، ومن لعن من لا يستحق اللعن فإن اللعنة ترجع على صاحبها، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن،
فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، رواه أبو داود وهو حديث حسن. أيها الكرام، ومن أشد أنواع اللعن لعن الإنسان لوالديه عياذا بالله، سواء ابتدأ هو بلعنهم أو كان سببا في لعن الآخرين لوالديه. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم. وصح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن أي شيء من الدواب أو الحيوانات أو الجمادات كالريح والحمى والدهر. روى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، يعني خذوا ما على الناقة، ودعوها فإنها ملعونة. رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وعلى هذا القياس أيها الكرام يؤخذ النهي عن لعن الجمادات، حتى السيارات وحتى الطائرات، فبعضهم يلعن سيارته يقول: لعن الله هذه السيارة، فإن ذلك داخل في هذا النهي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً لعن الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. واللسان أيها الكرام يألف ويعتاد ما عوده المسلم عليه، فإن عودت لسانك على الكلمة الطيبة، وإن عودت لسانك على ذكر الله وعلى التسبيح والاستغفار، صار ذلك دارجاً على لسانك. ومن عود لسانه على اللعن والطلاق والسب فتراه يطلق في عامه أكثر من 100 مرة، وتراه يلعن مئات المرات بسبب ما درج عليه لسانه. فعليك أن تعود لسانك الكلام الطيب، فالكلمة الطيبة صدقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الحال بمن أصبح اللعن في لسانه أكثر من السلام؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من اللعن، فإنه سيُسأل عما يقول يوم القيامة. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن اللعن كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على فاعلها من العقوبة في الدنيا والآخرة. إنما يفعله بعض شبابنا اليوم وغيرهم من تبادل بعض التحية بالتلاعن هو أمر منكر وخطير جدا. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله السلامة والعافية. رواه البخاري ومسلم. ولذلك ف
فإن من الواجب على الآباء والأمهات تحذير الأطفال من هذا الخلق الذميم حتى لا يعتادوا اللعن والسب والشتم منذ نعومة أظفارهم. وكثير من الناس يتساهل في ذلك ويأخذ هذه العبارات وهذا اللعن ويحمله محمل الضحك والمزح والمرح، وهي كما أسلفنا كبيرة من كبائر الذنوب. أيها المسلمون، نزهوا ألسنتكم من الزلل والخطأ وما حرم الله من القول، واعلموا يا رعاكم الله أن ما يقوله المرء محاسب عليه، كما أنه محاسب على معتقده وفعله، فكذلك هو محاسب على قوله. ولهذا لا يصح قول من قال واعتذار من اعتذر بقول بعضهم إن نيتي طيبة، إن نيتي طيبة، أو أني لا أقصد الخطأ، أو يقال إني لا أقصد اللعن، فيقال لهذا وأمثاله إنما يقوله المرء محاسب عليه، كما أنه محاسب على معتقده وفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث العظيم، قال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم في وصية وفي نصيحة جامعة لمعاذ وللأمة من بعده: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وهو حديث صحيح. عباد الله، قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والآل أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم ارضى عن خديجة وعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته، وارزقنا ورود حوضه ومرافقته في أعلى الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خلصنا من حقوق خلقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والهرم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا،
واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أولاد المسلمين في بلاد كندا وفي كل مكان، اللهم احفظهم من الفتن، اللهم جنبهم الإلحاد والزيغ والضلال والكفر، وجنبهم الشذوذ والانحراف برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.